هذه السحابة سبحان الله لا إله إلا الله حصلتها في المزارع في بدع فارس، يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار، الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهية سبحان الله، نزلت الأرض الحين، فأنا مستعجب صراحة. ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق إنها سحابة، الحين طاحت في الأرض ونشبت في الشبك. لا كيف هذا؟ تقسمت الى اجزاء، الحين جزء طاح منها ودخل داخل المزارع. سحابه غريبه اشتلت، فانا اليوم صراحه مستغرب المنطقه هذه، اشياء غرايب فيها اشوفها. الحين طلعت فوق، هل تصدق يا اخي؟ هلا الله مفطط شكل الإنسان. روح وقف هنا الحين بس. هذه السحابة سبحان الله لا إله إلا الله حصلتها في المزارع في بدع فارس، يعني ما هذه السحابة سبحان الله لا إله إلا الله حصلتها في المزارع في بدع فارس، يعني ما هذه السحابة سبحان الله لا إله إلا الله حصلتها في المزارع في بدع فارس، يعني ما أقول هذا. أنا ما أقدر أتصور أنا في الجهة. شوف تعال جو التلفون هذا شوف. جو هذا شوف. جو ايوه شوف انا يلا خذ 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 يلا شوف ايوه شكرا يا رفيق شكرا. عجائب الدنيا وهاتاك في السماء، يا ريت انها تتواضح.